انا مش عارف اعمل ايه. ايه في ايه مالك؟ النهارده فرح بنت خالتها وابوها جايب لها عريس ابن عمها مش عارف ولا ايه. انا بحبها، لو وصلت النهارده اخطفها. يا عم تخطف مين ده؟ اخوها واد شران. يا عم شران على نفسه، ده احنا نروح له كتيبه. يلا بينا اهو على الاقل نوقف في الفرح. قاعد بلم الهم لم والهم لم يتلم ليه؟ ده انا زرت كل الاولياء بوست العتب وبكيت عليه ونهيت في قلبي بس قلبي ما انتهاش. فعنيك حاجة يا حبيبتي ما زيها. قلبي دوب مرار الفلفل اللاسع سبكوا عضايا وفض عودي بجد فشب خاسع. وان جبت عني تمن ايام يجد تاسع يركبني متهم ويدي يجي الخلل واسع.